نعم، صافرات الإنذار لا تتوقف. سمعنا الآن عدد من الانفجارات في تل أبيب، مدينة تل أبيب. هذه الانفجارات كانت قريبة جدا، وقد نقلناها على الهواء أيضا الصورة لعشرات الصواريخ التي كانت من فوقنا حتى هذه اللحظة. هناك أيضا انذارات في تل أبيب. نتحدث عن صاروخ سقط بالقرب من جامعة تل أبيب وأصاب مبنى بشكل مباشر. هذه المنطقة القريبة من مقر الموساد بطبيعة الحال هي في شمال تل أبيب. نتحدث عن إصابة مباشرة لمبنى، لا نعلم إذا كان هناك إصابات أم لا حتى هذه اللحظة، ولكن يبدو أن هناك أيضا رشقة صاروخية الآن أيضا من جنوب لبنان. وهذه الرشقة الصاروخية التي تلت الرشقة التي كانت من إيران. حسب الجيش الإسرائيلي، هذه الصواريخ هي من إيران. تم تفعيل صافرات الإنذار قبل وصول الصواريخ، لذلك الآن سمعنا هذه الانفجارات التي رأيناها. الآن تم الإعاز لجميع المناطق في وسط إسرائيل، القدس المحتلة، وادي عارة، أيضا في الجنوب النقب، وأيضا في إيلات، لجميع السكان بالتزام الأماكن الآمنة حتى إشعار آخر. هناك حالة تأهب قصوى في الأجواء. أيضا الآن نرى خلال دقائق معدودة كان هناك العديد من المارة في الشوارع، والآن تنخفض حالة المرور في الشوارع، بالأخص أننا بالقرب أيضا من مكان العملية التي نفذت في شارع يروشلايم في مدينة يافا وشارع غزة بالقرب من كنيس. يعني حتى الآن هناك تعزيزات شرطية في هذه المنطقة أيضا، تزامنت مع إطلاق الصواريخ من إيران نحو جميع الجغرافيا الإسرائيلية. يعني صافرات الإنذار لمدة 15 دقيقة لم تتوقف، في حتى قبل ثواني يعني توقفت صافرات الإنذار. رأينا العديد من الانفجارات في سماء تل أبيب، أيضا يعني الأنباء عن سقوط صاروخ في مبنى مباشر شمال تل أبيب بالقرب من مقر الموساد. أيضا الصواريخ كانت أيضا فوق مجمع وزارة الجيش بطبيعة الحال، وأيضا المجمع الحكومي والتكنات العسكرية. لا نعلم إذا تم استهداف تكنات عسكرية أم لا. في وسط إسرائيل هناك العديد من التكنات العسكرية. الآن صافرات الإنذار تتجدد في هذه اللحظة. يعني نحن نتحدث عن صافرات في منطقة النقب في جنوبي البلاد، نتحدث عن مدينة بئر السبع، كل الجغرافيا في منطقة النقب، أيضا في مدينة إيلات هناك صافرات إنذار. يعني هذه الصافرات لا تتوقف حتى الآن. يعني رأيتم في مدينة القدس كما أسلف الزميل أحمد البوديري، الآن في سماء تل أبيب أيضا كان هناك عدد من الصواريخ وإصابة لمبنى مباشر. يعني هذا ما وردنا الآن. الآن أيضا وردنا أنه كان هناك صاروخ سقط. هذه رشقة جديدة أريج لديك، وهو المفاعل النووي. هذه رشقة جديدة. نعم، الآن تستمعون لصافرات الإنذار. استمعوا إلى صافرات الإنذار الآن في مدينة تل أبيب إن كنتم تسمعون. لا أعلم إذا أنتم إذا كنتم أنتم تسمعونها الآن. الآن في مدينة تل أبيب هناك صافرات إنذار متجددة. نعم، صافرات الإنذار في مئات المواقع بكل أنحاء إسرائيل. يلا بسرعة، أعطيني بسرعة.